وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية المحلل السياسي السيد جمال زوبية. بداية سيد جمال، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن تواجد قواعد عسكرية في ليبيا، ما هي تداعيات وجود هذه القواعد في البلاد تحديدا؟ أول مساء الخير لك أخي، ومساء الخير لطاقمكم الفني، ومساء الخير لكل من يتابعنا الآن في جميع أنحاء العالم. يعني هذا الموضوع الحقيقة شائك كثيرا، ويعلم الجميع أن الكثير من الدول التي ساندتنا بالدعم الجوي في 2011 لم تتمكن من إنزال أي قوات على الأرض، لأن الثوار كانت هي التي كانت كلمتهم ومنعوا أي محاولة من المجلس الاستقالي والحكومة ذلك الوقت والمكتب التنفيذي لمحاولة جلب قوات على الأرض. أيضا أيام المؤتمر لم تتمكن أي دولة من إرسال قواتها. مع الأسف عندما استلم برلمان طبرق كان تقريبا من أول القرارات التي أخذها هو الاستعانة بقوات أجنبية من الخارج، وتم تصويت بحوالي 102 عضو، كان من ضمنهم السيد سراج من ضمن المصوتين على جلب أو الاستعانة بقوات أجنبية، وكانت ذلك الوقت المقصود بهم اللي هو القوات الإماراتية والقوات المصرية، وقامت بعدة عمليات عسكرية في بلادنا، ومع الأسف طبعا كانت خسائرها كثيرة، واستمر ذلك التدخل إلى فترة قريبة حتى على مدينة درنا الوادعة. طيب هل سيمنح تواجد هذه القواعد مجلس جمال هذه القواعد دخل عمل؟ نعم سيد جمال، هذا التواجد بالتحديد يعني هل سيمنح الغطاء يعني الشرعي لتواجد هذه القوات وإنزالهم بريا نعم بحجة مكافحة الإرهاب؟ يعني طبيعي، هي لما داعش غرست في ليبيا كانت من أجل هذا الأمر. أيضا موضوع الهجرة غير الشرعية تم زيادتها أو يعني تم تكتيفها من أجل هذا الأمر لمحاولة إيجاد المبررات لوجود قوات على الأرض. أيضا في أثناء البنيان المرصوص طبعا كانت الدعم غير موجود إلا من خلال يعني المستشفى العسكري الموجود داخل مدينة مصراتة، الذي استقبل حوالي أكثر إلى غاية 31/12/2017 استقبل حوالي 12 ألف حالة، وهو مستمر الآن لمعالجة الكثير من الحالات حتى من خارج مدينة مصراتة، باعتبار يعرف الجميع أن مدينة مصراتة لا يوجد بها مستشفى رغم أنها هي ثالث مدينة قبل تدمير بنغازي. القوات اللي موجودة طبعا معروف أنها هي التواجد الأجنبي موجود بكثافة، القوات الإماراتية، القوات المصرية، القوات الفرنسية، وسقط منها حتى جنود وتم الاعتراف بهم، والسراج عمل أيضا محاولة شجب لوجود هذه القوات في ذلك اليوم، وكان ذلك اليوم المظاهر الذي كان في ميدان الشهداء أرسل الشجب، وأيضا أرسل صعاليكه للقبض على المتظاهرين في ميدان الشهداء وكنت أحدهم. الآن القوات الإيطالية طبعا باعتبار أن التعامل تساهل كبير من مجلس السراج ومعيثيق، حاولوا أن هم يستعينوا أو يوافقوا على التواجد الإيطالي في موجود، يعني حوالي 100 عسكري موجودين في مدينة مصراتة لحماية المستشفى وتقديم الخدمات الضرورية الموجودة من خلال الأطباء ومن خلال بعض الممرضين. الآن من ضمن الاتفاقية اللي ضم يعني ثار حولها الجدل في شهر 6 أو شهر 7 الماضي، وهي الاتفاقية التعاون الموجودة، رغم أن هي فيها طبعا الكثير من المساعدات للجانب الليبي من ناحية التدريب، من ناحية المساعدة في فك الألغام أو إزالة الألغام الموجودة، أيضا للمساعدة في العمليات العلاجية لكثير من خاصة من المصابين في عملية البنيان المرصوص، وأيضا من ضمن الاتفاقية اللي هي نقل بعض الحالات التي يستصعب علاجها لنقلها إلى إيطاليا للعلاج على حساب الجيش الإيطالي. الآن احنا طبعا نتيجة عدم وجود الشفافية الموجودة في 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 بلادنا، اتضح التقرير البعد الواتس الامريكي الذي يقرر بانه وجود قواعد عسكريه موجوده في الجنوب الليبي. مع الاسف ان الجنوب الليبي كثير من الاخوه اللي
يأتوا من هناك. وأيضا كانت تقارير كثير من الصحفيين تؤكد بأن الجنوب الليبي شبه مسلوخ من 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 الخارطة الليبية باعتبار تواجد تقريبا كل أو بعض مخابرات العالم موجودة في 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 الجنوب. أيضا القوات بشكل مختلف. الآن الأمريكان يوضحوا بأنهم عندهم معسكر تدريب موجود في في الجنوب. أيضا الطليان يحاول أنهم يكتفوا حوالي لزيادة 300 جندي إيطالي لإرسالهم إلى القوة السابقة، وهذا في تقديري حيكون في الحدود النيجيرية الجزائرية لمحاولة يعني ظاهريا على الأقل محاولة تخفيف أو الكف من الهجرة غير الشرعية اللي موجود طبعا اللي بشكل مخيف طبعا اللي هو موجود في المنطقة الشرقية اللي هي القوات المصرية موجودة قوات كثيرة على الأرض وتباشر عملياتها في قصف الأهالي وفي قصف المدن. أيضا قوات إماراتية موجودة بين قاعدة اللي موجودة في غرب مصر وأيضا داخل التراب الليبي، إلى جانب يعني في تقديرنا بعض القوات البريطانية. ويعني العالم لابد أن نعرف بأن أي دولة تحاول أن تبحث عن فرصة لتواجدها وخاصة في دولة لما تكون هشة والحكومة متاحة طبعا يعني تفتقر إلى كثير من الوطنية، وبالتالي لا يمانع في تواجد هذه القوات باعتبار أنهم يعتبروا فيها دعم لهؤلاء المسؤولين اللي موجود. في تقديري طبعا احنا كثير من الناس يتكلموا عن تواجد الايطالي داخل مصراتة. انا واحد من الناس لم اشاهد على الاطلاق اي جندي ايطالي او اي شخص ايطالي موجود، رغم ان تقريبا او كل الاهالي موجودين التواجد بتاعهم شبه كلي داخل المنطقة اللي هم موجودين فيها ولا يخرجوا على الاطلاق، وحتى لم تنقلهم ويتم من خلال النقل الجوي وهو غير موجود. يعني من ناحية العمليات الطبية يحتاجون لهم أحيانا في كثير من الحالات المستعصية، وطبعا لنقص لسوء الخدمات الطبية الموجودة ونقص الأدوية يحتاجون لهم أحيانا في المساعدة في كثير من الأمراض اللي موجودة. طيب سيد جمال، يعني هناك من يرى أن هذا التواجد الدولي هو لدعم أطراف دون أخرى هذا التواجد العسكري، خاصة وأن هذه القواعد كما قلت هي في الشرق الليبي وفي الجنوب وفي مناطق تسيطر عليها أو كانت تسيطر عليها ميليشيات الكرامة. هل هذه القواعد فعلا هي لدعم أطراف دون أخرى؟ نعم بالتأكيد طبعا هم وجودهم أصلا قاموا بعمليات عسكرية. يعني لاحظ مثلا أن السلاح الإماراتي والسلاح الفرنسي قام بمهاجمة القوات السرايا عندما حاولت أن تحرر الموانئ النفطية. من قام بقصفهم في الواقع كانت القوات الفرنسية واعترفوا بها، وتم إسقاط طائرة واعترفت بها أيضا حتى الرئيس الفرنسي، وكانت طبعا فضيحة في العالم. قرار مجلس الأمن أكثر من مرة يناقش التواجد الإماراتي والمصري موجود داخل ليبيا ومدهم بالسلاح، وهو في الواقع طبعا لدعم حفتر أيضا ما استند في 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 حربة بشكل كبير على قوات العدل والمساواة أيضا، وهي قوات أجنبية استقدمها من 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 تشاد، وفي نتيجة المشاكل اللي بينهم وبين القوات التشادية لاحظنا أن في قوات تشادية عملت عملية عسكرية ضد القوات التابعة لحفتر أو لميليشيا حفتر في الأيام الماضية جنوب الكفرة، واستشهد فيها مجموعة من الجنود الليبيين. بالنسبة للجنوب زي ما قلنا طبعا كثير من القوات في تقديري موجودة. الأمريكان إذا كان ممكن الأمريكان لم يعترفوا أو هذا المعهد لم يظهر هذه الحقيقة، ممكن الليبيين استمروا عدة سنوات وما يعرفوهمش. هذا في الواقع مسؤولية ما تسمى نفسه بالحكومة واللي من هم موجودين. لاحظنا البرلمان طبرق من السيد عقيلة صالح وقف على مجلس الأمن وادعى بأن ليبيا معظم الأراضي الليبية موجودة تحت الإرهاب، وهذه طبعا هي الشماعة اللي يبحث عليها دائما الغرب لمحاولة إرسال قوات ومحاولة تدخل. ولاحظنا للشباب اللي كانوا موجودين في البنيان المرصوص كثير من الأجانب تم القبض عليهم، مصريين إلى جانب التوانسة طبعا وحتى غربيين، ولكن مع الأسف نتيجة الضغوطات الموجودة على المجلس السراج تم تسليمهم بشكل خفي دون أي ضجيج إعلامي.
هو الواقع. طبعا نعرف ان القوات هذه الموجوده نتيجه هشاشه الحكومه دائما تعمل لصالح صف معين ضد صف اخر، وهي محاوله لتسيير الامور بشكل واضح، ودائما لتعمل لصالح اجنده هذه الدوله بالتاكيد، لان العلاقات بين الدول ليست في الواقع علاقات كأعمال خيرية، إنما دائما كل الدول تبحث عن موطئ قدم في الدول الأخرى من أجل لتمرير أجندتها وتمرير مصالحها الخاصة. وصلت الفكرة. سيد جمال زوبية المحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية، شكرا جزيلا لك.